حين تصبح الحرب على الإرهاب بديلا للتنمية يحدث في إفريقيا. للأسف الشديد بدل ما تبقى الدول الفقيرة اللي عندها احتياج اقتصادي كبير جدا، بدل ما تشتغل من أجل التنمية ومن أجل الاقتصاد ومن أجل التقدم، يبقى كل شغلها من أجل مكافحة الإرهاب. لما يكون في قمة يبقى كل جدول أعمال القمة مكافحة الإرهاب. لما يكون في تعاون يبقى التعاون كله معلوماتي بشأن الإرهاب، بدل ما يكون تعاون في مجال العلم ومجالات التقدم ومجال الثقافة مجالات التنمية، يبقى كل انصباب الدول على مكافحة الإرهاب. ده اللي حصل في سيدياو. المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عملت مؤتمر في أبوجا عاصمة نيجيريا. في مؤتمر أبوجا كل الكلام عن الإرهاب، حتى القوة المشتركة للدول الخمس كل شغلها مكافحة الإرهاب. وده منطقي، إنما مش منطقي إن يكون مجموعة سيدياو اللي هي منظمة اقتصادية، مجموعة لغرب إفريقيا، يكون كل كلامها عن مكافحة الإرهاب، وإن كل التعاون بين هذه الدول هو معلومات لمكافحة الإرهاب. يبقى موضوع التنمية تراجع جدا لصالح موضوع مكافحة الإرهاب. هنا بنشوف بقى إزاي الإرهاب بقى خطر حقيقي على الحياة وحتى على وجود بعض الدول، لأنه بقى الاقتصاد أهميته الأساسية إنه يخدم مكافحة الإرهاب، والسياسة الخارجية كلها مسخرة لمكافحة الإرهاب، والتعاون الإقليمي والدولي كله لمكافحة الإرهاب. فبقى التنمية والاقتصاد المتقدم والعلم والتكنولوجيا دي كلها أهداف تراجعت وتوارت وخبت كثيرا جدا تحت قوة وسطوة مكافحة الإرهاب نتيجة صعود هذه الموجة اللعينة من التطرف الديني. نموذج لذلك حركة بوكو حرام في نيجيريا. ناس كثيرة قتلت، ناس كثيرة شردت وأخرجت من ديارها، ناس كثيرة جدا بقت تسيب نيجيريا اللي المفروض دولة نفطية غنية، بيهربوا حتى إلى الموت. بيطلعوا من نيجيريا وياخدوا الصحراء، يوصلوا إلى جنوب ليبيا، يعدوا ليبيا كلها، يوصلوا إلى سواحل ليبيا على البحر المتوسط، وبعدين بأي مراكب تاخدهم هجرة غير شرعية إلى أوروبا. بقى طريق الموت هروبا من بوكو حرام وجماعات إرهابية أخرى. سي إن إن كانت موجودة في هذه الصحراء وقابلت مجموعات، لو إنه التاجر نصاب، وغالبا ما بيكون نصاب، اللي هم تجار الهجرة غير الشرعية، أو العربية تعطلت في قلب الصحراء، انسى، لو العربية تعطلت في الرملة لا مخرج لها، كل الناس بتموت مكانها في هذا الرملة. لو تجار البشر دول وهم غالبا كاذبون، في هذه الحالة برضو بيموت كل هؤلاء قبل أن يصلوا إلى البحر، فبعضهم بيموت في اليابس في محاولة الوصول إلى خروج من بلادهم، والبعض الآخر بيموت في البحر لما بيحاول يصل إلى بلاد أخرى أكثر أمنا. تكلمنا قبل كده عن جامعة لينك في روما وعن مراسل سي ان ان اللي أدار هناك ورشة عمل، وقال إنه 100,000 طلعوا من شمال ليبيا إلى إيطاليا في عام واحد، وإن حجم تجارة الهجرة غير الشرعية بقت كبيرة جدا وأكبر من تجارة المخدرات، وبقت 100 مليار دولار سنويا. الوضع بقى مرعب جدا نتيجة الفرار والخوف، إما لأسباب بيئية أو لأسباب متعلقة بالتطرف الديني اللي بقى يهلك الحرث والنسل ويدمر كل ما أمامه في هذه الدول. نموذج لذلك إن قضية التنمية طوارت تماما وبقى موضوع مكافحة الإرهاب هو الموضوع الرئيسي في القارة الإفريقية وعلى امتداد العالم الإسلامي للأسف الشديد. مشاهد سي ان ان في صحراء إفريقيا مروعة، بيشوف شيء لا يحتمل نتيجة الجماعات المتطرفة اللي بقت موجودة بقوة في إفريقيا. الإرهاب مظلة لمجرمين كثرة، الإرهاب مظلة للجريمة المنظمة، مظلة تجارة المخدرات، للرقيق الأبيض، للهجرة غير الشرعية، تجارة السلاح،
الإرهاب مظلة لكل ما هو سيء في هذا العالم. يتواجد الإرهاب، يتواجد هؤلاء المجرمون في كل اتجاه وفي كل مجال. لما ده حصل في نيجيريا وفي غيرها، تنظيم القاعدة يسلم داعش وداعش يسلم جماعات أخرى، لقينا القارة كلها بدل ما كانت قارة واعدة إن القرن 21 هو قرن إفريقيا، وإن الثروة الإفريقية والاقتصاد الإفريقي هيكون في صعود، وإن إفريقيا هتاخد حظها زي آسيا ما خدت حظها من هذا العالم الصعب جدا، بنفاجأ إن إفريقيا بتواجه موجة شديدة من التطرف، تواجه موجة شديدة من الجفاف، بقى اقتصاد صعب جدا وأمن صعب جدا، جماعات متطرفة وبيئة متطرفة، فبقت البيئة والتطرف في الدين الاتنين ضغط شديد جدا على الشعوب الإفريقية. فهنا نشوف هذه المأساة اللي بتنتهي زي ما قلنا إن آلاف مؤلفة بيحاولوا يوصلوا بأي شكل إلى الساحل الجنوبي للمتوسط عبر الساحل الشمالي لإفريقيا، الكل هدفه أن يصل إلى ليبيا، ومن ليبيا الهدف أن يصل إلى أوروبا. بيموت آلاف قبل الوصول إلى ليبيا، وبيموت آلاف في الطريق من ليبيا إلى أوروبا، بقى طريق الموت برا وبحرا. التطرف الديني مش بس خطر على النظم السياسية ولا خطر على الحضارة الإنسانية، وإنما خطر على الوجود الإنساني.